أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. إلى قبل الجرس من شاشة سي إن بي سي عربية نبدأ معكم هذا الأسبوع من هذا البرنامج. معي أنا سالي محمود وزميلي صلاح. أسعد الله أوقاتك. وأوقاتك سالي والمشاهدين. وفي خبرنا الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، وذلك دعما للسيارات والمنتجات المحلية. وإن كنا نتحدث في الاقتصادات العربية، اقتصاد الأردن هذه المرة ورفع التصنيف لهذا الاقتصاد، لكن تبقى النظرة المستقبلية بتخفيضها إلى مستقرة. ما الأسباب وما هي أيضا العوامل المؤثرة، بالإضافة للعديد من الملفات إن كنا نتحدث عن قطاع اليخوت، وأيضا بالنسبة لفيراري هذه المرة والدخول إلى قطاع التجزئة، والمبيعات للبيوت الفاخرة في الهند والتي ارتفعت بشكل كبير. لنتابع. في خبرنا الرئيس، تخطط إدارة جو بايدن لرفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وذلك من 25% إلى نسبة 100%. سالي، يبدو أنها ورقة جديدة للضغط على الصين في إطار ما يعرف بالحرب والضغوطات التجارية بين الدولتين، هذه المرة لقطاع السيارات الكهربائية. يعني اللافت في الموضوع هو مدى الند في العلاقة ما بين أمريكا والولايات المتحدة، وبالتالي استهداف قطاعات مهمة، وخاصة إن كنا نتحدث عن صناعة بدأت تظهر، ومدى تقدم الصين في قطاع صناعة السيارات الكهربائية. حتى بالنسبة للصين هي التي تعتبر في المركز الأول عالميا في سوق السيارات الكهربائية، وبالتالي اليوم إن كنا نتحدث 30% من السوق الصينية تعتمد على السيارات الكهربائية وعلى إنتاج بشكل رئيسي، وبالتالي حتى أن القطع التي يتم الاعتماد عليها لربما قد تكون عامل ضغط أيضا على الصين. لذلك هو بايدن يتحدث أننا نمنح العديد من الامتيازات والعديد من التخفيضات لصالح المنتجين المحليين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية. المفارقة أنه حتى الاتحاد الأوروبي يعلن أنه بحاجة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية بنسبة 50% حتى يوقف هذه الغزارة الكبيرة من تدفق هذه السيارات لأوروبا. ولا بد أن ننوه بأن الاقتصاد العالمي بالتالي تصل قيمة المبيعات المتوقعة في عام 2024 لقرابة أكثر من 17 مليون مركبة، وبالتالي هناك طلب كبير حتى بأن المبيعات، إن كانت نتحدث عن شركات صناعة السيارات الكهربائية، نجد بأن المبيعات تتركز بالنسبة لتسلا بالتعويل بشكل كبير على السوق الصيني، مقابل أوروبا التي تعتمد أيضا على الواردات بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية. كذلك في هذا إطار الولايات المتحدة الأمريكية والصين أعلنتا أنهم سوف يتعاونان بكونهما المتهمان الرئيسيان عالميا من حيث الانبعاثات الخاصة بأكسيد الكربون. يتحدثن أنهم سوف يتعاونان بشكل أساسي ورئيسي من خلال مواجهة هذا التحدي، لكن في ظل هذه المفارقات وفي ظل هذا الشجار الخفي، كيف سنصل إلى هذا التعاون؟ يعني حتى اللافت بالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني التي وضعت بأنه لربما الاقتصاد الأمريكي قد يتراجع في نموه 1.1% في حال فوز ترامب وعودة الحرب التجارية من جديد، وهذا الملف الذي بدأ في عهد ترامب. سوف يسير الكثير من الحبر هذا الحديث، خاصة فيتش التي أعطت التفاصيل وراء هذا الأمر، لكن مختلف هذه الأخبار كيف انعكست على الأسواق الدولية وأسعار الذهب والنفط بنهاية دولة الأسبوع. لنتابع ونرى التفاصيل كيف كانت وما المرتقب أيضا خلال هذا الأسبوع. إذن مشاهدينا نعود إلى تحركات الأسواق، كيف كانت الأسبوع الماضي في ظل الزخم نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة. لاحظنا أيضا سلسلة من المكاسب استمرت لأكثر من 6 جلسات في الداو جونز، وتعتبر هذه سلسلة المكاسب هي الأكبر منذ نهاية ديسمبر الماضي. حتى على أداء أسبوعي إن كنا نقيم أداء الداو جونز، هو يعتبر أفضل أداء أسبوعي منذ بداية عام 2024، وبالتالي مكاسب بأكثر من 2% شهدناها. هناك
هناك كانت تصريحات مهمة وخاصة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي والذين ما زالوا يرون بأن تشديد السياسة النقدية هي لازمة في هذا التوقيت ولربما طول هذه الفترة من أجل الوصول إلى مستهدفات التضخم عند 2%. نعود إلى الحركة على S&P 500، كيف كان أداؤه خلال الأسبوع الماضي؟ أيضا الإيجابية لاحظناها في التحركات ونتائج أعمال الشركات التي باتت أيضا تفوق التوقعات، عم نلاحظ مكاسب ب 1.18% انتقالا إلى أوروبا وخاصة بالنسبة للمؤشرات الأوروبية التي اختبرت مستويات قياسية جديدة، كان هناك دعم واضح من قطاع التعدين. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل المؤشرات الأوروبية، حركة الدولار كيف كانت الأسبوع الماضي والتي تأتي في زخم البيانات التي تابعناها خاصة في الاقتصاد الأمريكي وأيضا التصريحات من أعضاء الفيدرال الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية؟ نلاحظ بعشري النقطة المئوية تأتي هذه المكاسب بعد أسبوعين من الخسائر على مؤشر الدولار. نعود هذه المرة إلى الأسواق الأوروبية، وكما تحدثنا باختبار أيضا مستويات وقمم تاريخية جديدة بالنسبة للأسواق الأوروبية، الأبرز كان لدينا هو قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي وتثبيت قرار هذا القرار لتثبيت معدلات الفائدة عند مستويات 5.25% والتي تعتبر هي الأعلى في 16 عاما، حتى بالنسبة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي لاحظنا به أيضا العودة إلى النمو بستة أعشار النقطة المئوية بعد حالة الركود الفني التي دخلت في الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من العام الماضي. فوتسي البريطاني كيف حركته خلال الأسبوع الماضي في ظل هذه البيانات وأيضا قرار بنك إنجلترا؟ مكاسب ب2.16 النقطة المئوية. نعود أيضا إلى حركة النفط وخاصة ما تبعناه على الرغم من الإيجابية مع تراجع المخزونات الأمريكية وأيضا فيما يتعلق بعودة الاستيراد الكبير من قبل الصين، لكن كانت هناك عوامل ضغط منها قوة الدولار التي شهدناها في التحركات واستمرار أيضا معدلات الفائدة المرتفعة، هذا ما قد يقوض الطلب على النفط وبالتالي لاحظنا تراجعات بعشري النقطة المئوية في الأسبوع الماضي. بالانتقال إلى الخام الأمريكي، كيف هي الحركة عليه خلال الأسبوع الماضي؟ لاحظنا أيضا بالنسبة لتراجع في عدد المنصات الحفر التي سجلت في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، عم نلاحظ ارتفاعات بعشر النقطة المئوية. الذهب كيف هو حركته خلال الأسبوع الماضي في ظل الحركة التي شهدناها خاصة على التصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي واستمرار تشديد السياسة النقدية، حتى أن بعض الأعضاء الذين تحدثوا لربما بأن الفيدرالي قد لا يبادر لعملية خفض معدلات الفائدة خلال عام 2024 وذلك إلى حين الوصول إلى المستهدفات. الذهب مكاسب ب2.5 النقطة المئوية عم بحققها الذهب بأفضل أداء أسبوعي خلال الأسبوع الماضي بعد التراجعات التي شهدناها خلال الأسبوع السابق. في مواضعنا وملفاتنا، تحت المجهر رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، حيث رفعت التصنيف الائتماني من درجة بي إلى دبل بي 3 أي ذات جدوى جدارية، لكن في المقابل تم تخفيض ما يعرف بالنظرة المستقبلية. النظرة المستقبلية هي الأبرز وهي الأهم. نعم. يعني فعليا إن كنا نتحدث بالنسبة لتقييم وكالات التصنيف الائتماني صلاح، وخاصة بأنها من إيجابية إلى مستقرة ولربما نوع من الاستقرار في الوضع، لكن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني إن كان على سبيل الدين الخارجي وأيضا بالنسبة للتحديات اللي عم بتواجه الاقتصاد كأيضا العوامل المحيطة وخاصة نعم التوترات الجيوسياسية وحرب غزة كان لها تأثير إن كانت على العديد من القطاعات، قطاع السياحة وأيضا على قطاعات أخرى في الاقتصاد الأردني. طبعا خاصة مسألة نسبة الدين إلى الناتج المحلي ترتفع بشكل واضح في الأردن، وهو ما يسهم ربما في بعض الضغوطات الاقتصادية. طبعا وكالة موديس تتوقع أن تظل المؤشرات العامة مستقرة خلال السنوات المقبلة وأن يتراوح عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي. لكن إن كان هذا
هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد الأردني، لكن الحركة في الاقتصاد التونسي أيضا، نعود للبنك الدولي ورؤيته لتباطؤ النمو في الاقتصاد التونسي، وذلك بهذا التقرير الذي يظهر بأنه يصعب تغطية الاحتياجات من التمويل الخارجي. هذا بحسب ما ذكره البنك الدولي، أن هناك تحديات، ويضاعف أيضا من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها والتمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الاقتصادية. طبعا تونس كانت قد أعلنت قبل فترة أنها سددت جميع التزاماتها وديونها الخارجية عن العام 2023، وتتحدث الآن أنها مقبلة على تسديد تقريبا 4 مليارات دولار، وهو ما يعادل الديون الخاصة بالعام 2024. طبعا البنك الدولي يرى أن العجز التجاري في تونس تحسن في العام الماضي، وذلك بفعل وبفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية بشكل عام، لكن تبقى النقطة أن تونس سددت ديونها الخارجية من خلال الاستدانة من البنوك المحلية، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام. لا ربما هي إلى أي مدى ستعمل أيضا الحكومة التونسية في ظل هذه الاستدانة من البنوك المحلية، مدى وفرة السيولة اليوم في القطاع المصرفي المحلي، وأيضا على مدى القدرة لعمليات السداد حتى في ظل ارتفاع معدلات الفائدة. نعم، هذه الدول ستعاني بكثير كونها دول هي ليست مصدرة لرؤوس الأموال، وإنما هي بحاجة إلى المزيد من التمويلات وإن كانت من محلية. لذلك حتى النمو الاقتصادي نما بشكل هامشي تقريبا ب4 أعشار النقطة المئوية، مقابل تقديرات كانت عند 18 أعشار النقطة المئوية بنهاية العام 2023. يعني ولربما الاقتصاد التونسي من الاقتصادات التي عانت خلال الفترة الماضية، خاصة من بعد جائحة كورونا، أخذ وقت في عمليات التعافي. نعم. من بعد عمليات الإغلاق وعودة الاقتصاد باعتماده أيضا على موارد تعتمد على السياحة بشكل كبير، وهذا ما أثر على الاقتصاد التونسي. طبعا هذه المرة إلى الأخبار والمتعلقة بالمبيعات الفاخرة والبيوت الفاخرة في الهند. لكن في الهند يبدو بأن هناك تضاعف في المبيعات المنازل الفاخرة 3 مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة، وبالتالي أيضا ليس فقط على صعيد المنازل الفاخرة، ولكن عدد المليارديرات التي بتنا نسمع عنها خاصة من الهند، وأنها أيضا تقوم بالتملك خارج إطار الهند. نحن نتحدث خاصة في المنطقة الخليجية وفي أمريكا. طبعا بخصوص الحديث عن المنازل الفاخرة في الهند، تقريبا نتحدث عن المنزل الذي يتجاوز سعره 180 ألف دولار. تقريبا هذه الفئة شكلت 21% من مبيعات جميع الوحدات السكنية في المدن 7 الكبرى في الهند، وذلك في الربع الأول من 2024. الفكرة أن حتى المطورين العقاريين في الهند باتوا يبنون فقط الشقق وكذلك المنازل الفاخرة على حساب المنازل الخاصة بمتوسطي الدخل. يعني فعليا صلاح، لو بتنا ننظر إلى الاقتصاد الهندي وحتى على نماذج الأفراح الذي يتم فيها الترف والبذخ الذي نراه اليوم، يبدو بأن هناك نفقات بالمليارات والملايين من الأموال التي تنفق في بداية الزفاف، كيف إذا كان هناك تملك بيت العمر، خاصة في مسألة الذهب. يعني الذهب الذي نشاهده، خاصة بعض الفيديوهات التي تصل وزن العروس ذهبا إن صح التعبير، صحيح. فهذا مكلف بشكل كبير، فكيف ينعكس على القطاع العقاري بشكل عام؟ لكن بالانتقال من القطاع العقاري وهذه المرة إلى اليخوت الفاخرة، وهذا القطاع الذي لربما هو عنوان للطبقة الثرية اليوم، بات الحديث عن هذا يعني على قطاع اليخوت. نعم. لذلك حجم سوق اليخوت في العالم عند أزيد من 7 مليارات دولار، ويتوقع أن يصل إلى أرقام قياسية عند 13 مليار دولار. اليخت الفاخر هو اليخت الذي يزيد طوله عموما عن 30 متر للواحد، وهو من أغلى الأصول التي يمكن شراؤها بالمال. الحديث عن غلاء الأصل الذي هو اليخت لا يقف هنا، وإنما هناك تبعات وتحديات أخرى على الملاك، يجب أن ينفقوا الكثير على هذا اليخت. يعني كيف؟ فعليا ابتداء ليس فقط من قيمة شراءه، وإنما تأمين هذا اليخت، بالإضافة إلى الميناء الذي يتم إيقاف فيه هذا اليخت، وأيضا العمالة التي يتطلبها من عمالة يومية تتطلب العناية باليخوت. ولكن هناك بعض الأثرياء اليوم لاستغلال نتيجة الغلاء في هذه التوفير هذه الإمكانيات، يقومون بتأجير هذه اليخوت، وبالتالي توفير إيراد جديد لهم. والإيراد غالي، نتحدث عن تقريبا عن الأسبوع الواحد ما بين 1 مليون إلى 1.5 مليون دولار، وهو
إيراد لفئة أساساً إيرادتها قوية ومرتفعة بشكل كبير. يعني فعلياً وإن كنا نتحدث عن الأثرياء استفادوا حتى في فترة كورونا في عملية العزل، بعض منهم ذهب إلى عملية العزل في اليخوت الخاصة، صحيح. منه ترفيه ومنه نقاهة يعني كانت في كانت تلك الفترة. كانت هناك العديد من المؤاخذات خاصة على لاعبي كرة القدم الذين أخذوا يخوتهم الخاصة إلى أوساط البحار والمحيطات حينها، لكن بحسب معرض دبي العالمي لليخوت أمريكا الشمالية لا تزال تتصدر صدارة من يمتلكون أكبر اليخوت وأغلاها في العالم، ولربما يحتل أيضا على قائمة الأثرياء جيف بيزوس بيخت يصل قيمته لأكثر من 500 مليون دولار. نعم، هذه المرة إلى شركة فيراري والتي تقتحم عاد مجال جديد وهو مجال الأزياء الفاخرة وعالم الموضة، وذلك بمجموعة جديدة تم الكشف عنها في فبراير من الأسبوع الأول والخاص بأسبوع الموضة في ميلانو. هذه الشركة التي عرفناها في قطاع السيارات والسرعة يبدو أنها كانت تحضر في فترة ماضية أن يتعلق الجمهور بشكل عام مع هذه الشركة لتبدأ وتنطلق في مبيعات مختلف الإكسسوارات والعلاقات. يعني فعليا هي الحكمة لدى الشركات في اتخاذ منافذ منوعة بالنسبة لمنتجاتها، وبالتالي مدى ارتباط المستهلك بهذه العلامة التجارية هو دخول جديد ولربما انتشار أكبر من خلال لبس اقتناء قبعة أو حتى بالبليزر أو أي شيء يعني ينم عن مدى انتمائي لهذه العلامة التجارية، هي سرعة انتشار لها ومدى مورد جديد أيضا ومدخل جديد. المفارقة أن فيراري على سبيل المثال عندما كانت تبيع القبعة سابقا بثمانية يورو، عندما أدخلتها إلى قطاع الموضة تجاوز الخمسين يورو، وبالتالي هي القبعة ذاتها، لكن مجرد أنك تصفها بالموضة الفاخرة تضاعفت أرقامها بشكل كبير. ولربما سنرى إلى أي مدى ستكون هناك سرعة انتشار ومنافسة أيضا يعني في هذا المجال، حتى بعض العلامات التجارية لدى الأزياء بدأت تدخل أيضا إلى قطاع العقاري، وهناك نوع من التنوع الذي تبحث عنه والتنافس. نعم، إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده إلى ما قبل التداول وبداية الأسبوع جديدة. مستمرون معكم في قبل الجرس، لكن تذكير بأبرز ملفات بوصلتنا لنهار اليوم. مع تخرج الشركات الأوروبية والأمريكية، بغداد تواصل التوجه صوب الشرق، شركة صينية تفوز بتطوير حقول نفط وغاز في العراق، ووزير النفط يكشف أن بلاده تتجه صوب الإعلان قريبا عن زيادة الاحتياطي النفطي المؤكد بأكثر من 12%. في خبرنا الآخر وضمن خطة لخفض فاتورة استيراد السيارات والتي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويا، رئيس الوزراء المصري يتوقع بدء إنتاج السيارات محليا بحلول العام القادم، ويكشف عن مباحثات لإقناع أبل بالتصنيع في مصر. أما في لقاءاتنا الحصرية مع CNBC عربية، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية يكشف عن تحقيق عوائد جيدة من استثمارات المجموعة الصناعية بالخارج، ومع قطار نتائج الشركات السعودية المستمر للربع الأول من العام الجاري، أرباح أكوا باور ترتفع ب10% إلى 296 مليون ريال. إذن كانت هذه أبرز ملفات بوصلتنا والتي سوف نناقشها تفصيلا مع بداية جلستنا الصباحية. ونعود مشاهدينا إلى سهم اليوم، ومن القطاعات الدفاعية نتحدث عن سهم نوفافاكس، هذا السهم الذي قفز 100% في جلسة واحدة. ما الأسباب؟ صلاح يطلعنا على التفاصيل، يعني يبدو بأن الصفقات تعود هذه المرة وخاصة فيما يتعلق باللقاحات وأيضا لقاحات كورونا والإنفلونزا، هل ربما هناك عودة لهذه الأمراض؟ يعني يبدو أنه تحصين استباقي فقط، لا نتمنى هذا الأمر، لذلك نقول أن الموضوع يتعلق بلقاحات إنفلونزا أكثر منها كورونا، وإن أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية مع صنافي والتي تخص لقاحات كورونا وتسويقها عبر العالم بشكل عام. نتابع التفاصيل. إذن سهم نوفافاكس كان قد ارتفع بشكل قياسي وصولا إلى
110% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي قبل أن يقلصها نسبيا، وبالتالي يكون سهم الشركة قد حلق إلى ما يزيد عن 98%. الشركة كانت قد أعلنت أنها وقعت اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة سانوفي للمشاركة في إنتاج وتسويق لقاحات الخاصة بكوفيد 19 إضافة إلى لقاحات الخاصة بالأنفلونزا. والشركة تحدثت أنها سوف تتلقى دفعة أولية ما بين 500 إلى 700 مليون دولار أمريكي. وإلى ما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي لسي أم بي سي عربية، قال بأن نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة قد بلغت 47.3% بنهاية الشهر الماضي، وأكد بأن هناك اقتراحات لإدراجات الشركات العائلية في السوق. لنتابع. بالنسبة لما يتعلق بموضوع الاستثمار الأجنبي، يعني آخر رقم اللي هو لإغلاق الشهر الماضي شهر نيسان أبريل الماضي كان 47.3% نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان، وهذه نسبة الواقع من أعلى النسب في المنطقة بشكل عام، وهذا دليل على الواقع على استمرار الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل عام في ظل التطورات اللي بيشهدها الاقتصاد الوطني. مشاهدينا، أما الآن إلى أوامر ما قبل الافتتاح لمختلف البورصات الخليجية، وذلك بالترحيب بشبكة مراسلينا معمر عواد من الدوحة وكذلك الزميل أسامة رشيد من الكويت. أبدأ معك معمر، بعد صباح الخير لكما. ما المتوقع من التداولات اليوم في البورصة القطرية، وهل نستبشر ربما بأسبوع جديد وعهد جديد؟ يعني لا نريد أن نرفع سقف التوقعات، أعتقد بأن هذه التداولات هذا الأسبوع ربما قد تكون على وقع ما هو منتظر من مراجعة الـ MSCI، فبالتالي ممكن نشوف إعادة تموضع لبعض المؤسسات الأجنبية أو استكمال لذلك التموضع، استمرار النهج المضاربي بشكل عام على بعض الأسهم مع تحسن في أحجام وقيم التداولات، وإن كانت هي عبارة عن سيولة مداورة ليست إلا، لكن على صعيد التوقعات والتقديرات أن نشهد استدارة وانعطاف وربما انزلاق لا نتوقع ذلك. أتوقع أن تكون جلسة تقليدية مع انحسار في أحجام وقيم التداولات بنظر أن اليوم جلسة يوم أحد واللاعب الأجنبي إلى حد ما بعيد عن هذه التداولات، باستثناء اللهم أوامره الاستباقية التي كان قد وضعها وقد يتم تنفيذ جزء منها في هذه الجلسة. نعم عمر، وأيضا صباح الخير لأسامة في هذه الجلسة. يعني لربما سنرى إلى أي مدى المشهد السياسي وحل البرلمان الكويتي سيكون له تأثير على جلسة التداولات هذا اليوم، خاصة من بعد الأداء الإيجابي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي للمؤشرات الكويتية. صباح الخير سالي وصلاح ومعمر. الصورة تختلف هنا، أتوقع جلسة وربما أسبوع استثنائي من ناحية المكاسب ومن ناحية السيولة ومن ناحية أداء المؤشرات، وأعتقد كل ذلك على خلفية التطورات السياسية التي أعلن عنها قبل يومين، ويعني بالتحديد هي حل مجلس الأمة. لطالما دفعت البورصة ثمنا غاليا لحالة السجال السياسي المستمرة منذ سنوات، ولذلك يعتقد أغلب المحللين أن البورصة ربما حتى تخلق فجوات إيجابية بعمليات شراء قوية ستتصدرها الأسهم القيادية الكبيرة، وحتى علمت قبل قليل أن هناك طلبات شراء قوية على أسهم مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. لذلك حتى مع بعض الحذر من استغلال هذا التطور لتحقيق أرباح سريعة، لكن يعتقد أن البورصة ربما تبدأ مرحلة جديدة من المكاسب الاستثنائية كردة فعل على هذه القرارات. وسوف نكون لمتابعة ردة فعل البورصة الكويتية بعد لحظات من الافتتاح. شكرا جزيلا للزملاء أسامة رشيد من بورصة الكويت ومعمر عواد من بورصة قطر.
إلى مواقعنا للتواصل الاجتماعي ونبدأ هذه المرة بأبرز الفيديوهات التي عادتها سي إن بي سي عربية وحنان الكبت التي تتحدث اليوم عن سوق النحاس وهذا السوق الذي قد يتضرر أيضا نتيجة التغيرات المناخية. وبالتالي التغيرات المناخية وهذه التحديات باتت على أكثر من ملف ولا أكثر من معدن، ليس النحاس هو الأول. هذه التفاصيل تجدونها على صفحتنا وحسابنا الرسمي على إنستغرام. لكن إلى مواضيعنا الأخرى، المشي في البتهات يبدو أنه يساعد على التقليل والتغلب على التوتر. هذه الفكرة تعود إلى آلاف السنين، ولربما السبب الرئيسي الذي أظهرته بعض الدراسات بأنها قد تذهب التوتر نتيجة المشي في المتاهات. يعني الواحد مش ناقص ضيعان يا صلاح. حتى في الأماكن الترفيهية والألعاب أحيانا يضعون مثل هذه المتاهات الصغيرة للأطفال. وهنا ستعود بذاكرتك من أين بدأت وإلى أين ستنتهي. يعني لا يبدو ذلك موفقا حاليا يعني مع الذاكرة. إذن ونعود أيضا في أبرز المواضيع التي نتابعها هذه المرة وفئة المعمرين. يعني هناك اقتصادات كبرى اليوم هي من تحمل هذه الأعداد الكبيرة، إن كنا نتحدث عن اليابان، عن الولايات المتحدة وأيضا الصين. المعمر في هذه الدراسة هو من يتجاوز 100 عام بعمره بشكل عام، وكما ذكرت الدول الأسيوية هي من تصدرت وجود عدد كبير من المعمرين يعني فيها. حتى بالنسبة لفاتورة التكاليف المتعلقة بهذه الفئات هي من تدرسها الحكومات بشكل كبير، كونها أيضا تثقل الكاهل، ولربما التركيبة الهرمية للتشكيلة السكانية لها تأثير، وخاصة في اليابان للتأثير على مدى دور الشباب وهذه الفئة. لذلك هم دائما يخصصون صناديق استثمارية خاصة لمواجهة أي تحديات في هذا القطاع. إذن يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار التي اخترناها لكم على مواقعنا للتواصل الاجتماعي. بينما نهاية قبل الجرس ووصوله إلى آخر محطاته قبل قرع أجراس التداول بعد لحظات. إلى اللقاء.